عليا يا رحمن. رحمن على يمينك. كفو بغداد بعدي والله بعدي ما شاء الله. مساكم الله بالخير اعزائي المشاهدين. حلقتنا اليوم من مدة طويلة وأنا مخطط لها. حلقة اليوم عن المقناص وما تسمى بالفصحى الصقارة أو المقناص. تشتهر هاي الرياضة بالعراق ودول الخليج العربي ومصر والسهوب الأوراسية، وهي دول بلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا وغرب روسيا وصيبيريا وكازاخستان وشينجيانغ ومنغوليا وهنغاريا. معنى المقناص هو صيد الصقور وتربيتها وتدريبها والصيد بيها، وتتربى الطيور الحرة مثل الشاهين والجير والحر لصيد الطرايد مثل الحباري والأرانب وطرايد أخرى. كما أن منظمة اليونسكو أدرجت هذه الرياضة ضمن التراث اللامادي الإنساني أعتقد سنة 2010. وبختام التقرير أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الصقار المحترف عقيل العبودي أبو فهد لحسن ضيافتي واصطحابي معه لممارسة وتوثيق هذا الرياضة المهمة. اترككم الآن مع الفيديو واتمنى أن ينال إعجابكم. هذا موقدنا، هاي دلتنا، هاي قهوتنا، شاي. قواك الله عبد الله. وحيلك حياك اخوي. يوم معذبنا عبد الله ذبحنا الذبيحه. عبد الله المهيني. اهلا وسهلا. بيك اكثر رحم الله والديك. عبد الله هذا الصغير شو يسموه؟ البويني. بويني؟ البويني. هذا البويني. طلي حليب. هذا يسموه البويني. شلون طلي حليب؟ اها هذا الطل البويني بعده على الحليب يعني ما هو كبير. ايه الزمها لك؟ لا لا ايدك تعيش. لا يومك ابو فهد ابو جاسم. يلا استريح. يلا يلا تفضل تفضل. كله تقعد كله تقعد كله تقعد يلا يلا تعال محمد تعال 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 والله 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 تجي. لا لا تقعد تقعد تعال تعال يا ربع تعال استريح. سلام عليكم. لا بالقرات بدون حلفان ابا تقعد. الله تعال تعال تقعد. حمض بالحمض لقيت ثلاث
وانتم توكم مريت علينا طيارة نقل خلال هو ودالك كثر الله رحت طارت وحده جبت حدود بغير مكان رديت الهواء يدفع على هناك سبحان الله رديت طارت لا وقعت بالناظور هسه تجون هسه تجون وشوف سياراتكم بعدك والله زين ما صقرش ما يتفقون على موجه هذول اهل النجف النجف متفقين اهل النجف كربلاء موجه واحده كل الصقاقير 500 400 مو 500 400 5 0 0 4 0 0 كل الصقاقير تلقى الاجهزه بس تصيح بالنسبه صبحكم الله بالخير هسه طالعين للقنص ان شاء الله ورزق على الله وهذا بغداد قدامكم مستعد للصيد كان الجواب لك ارجيك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عدله بعدها عدله ها نعدلها لا 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 خليه يذبح خليه يذبح على راح توه على ما شاء الله تبارك الرحمن يا الله يا كريم ما شاء الله يمسح اوقف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله صاد نشوان صاد بعدي بعدي طرح الخرب بعدي بعدي نشوان بعدي على الجهاز يا ناخ يا نشوان على الجهاز كفو كفو يا شمري ما شاء الله تبارك الرحمن وقف 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 Come on.
هيت هيت. عمر طيح حيث حيث. لا حي حياتها حتى حياتها 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 عمر حياتها حياتها. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي هنا هنا هاي ما شاء الله تبارك الرحمن حية. كفو 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 ذاك الطيب. هذا غيلان هذا غيلان لك حيلان. هذا طير الحباري اخوان شوف كركوش وبعد واحد من ثلاثة. حطوا ديكم يلا يلا حطوا ديكم ايش يلا ابو فهد. هلا يا ابو جاسم الله يحييك. شنو اخبار غدانا اليوم؟ شنو غدانا؟ غدانا مرقه لحم ان شاء الله. عاشت ايدك. ناش عندنا هنا؟ ما عندنا لحم. ونعومه. ما عندنا تمن على طريق الباكستاني. اها تمن بزل كبس؟ بزل. هاي يذكرنا مبكرات. هذا بغداد. جماعه ها كبوس هاي الاجواء المطره. كملنا غدانا خبز خبز. يلا خير. امشي النظافه بالبره حد يسوي لا يزعج. هذا البصل هذا طبخ ابو فهيد هذا. ابو نعم ما يحكي ابو نعم منك. لا والله استريح. يلا اخوان يلا شباب. يا الله يلا عمر يلا يا شباب. لا لا زايده مره. يلا لا عمر يلا جاسم يلا بسم الله. يلا سلام بصل أعزائي المشاهدين.
لهنا انتهت حلقة اليوم، اتمنى ان تكون نالت اعجابكم. وطبعا هاي الحلقة اول مرة تتناول القنص بالعراق، ان شاء الله موسم خير على الجميع. تحياتي لكم، نشوفكم من مقطع اخر ان شاء الله.